السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. حكمت محكمة الجنايات في نواكشوط الغربية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين 3 سنوات وإلى 15 عاما على 20 من ناشطي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا في ملف ما بات يعرف بأحداث قزرة البعماتو. وقد أدانت المحكمة 8 معتقلين بالسجن 15 عاما، 5 منهم من ناشطي إيرا و3 من سكان الحي، فيما تراوحت باقي الأحكام بين 3 و6 سنوات وبرأت 3 متهمين. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمير للشيخ إن العلاقات الموريتانية المغربية طبيعية كما كانت في السابق ولا جديد بشأنها. وأضاف للشيخ في رده على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن لا علم للحكومة بجديد يلفت الانتباه بشأن العلاقات بين البلدين، وأن ما يكتب في الإعلام لا يعبر إلا عن رأي أصحابه. قال وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي إن مجلس الوزراء صادق على مشروع دفتر الالتزامات الخاص بإجراءات البيع بالمزاد العللي لمحلات سوق العاصمة الجديد. وأضاف للجاي خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن دفتر الالتزامات يتضمن مختلف المراحل التي سيتم بها بيع المحلات، وأن العملية ستتسم بالشفافية. يواصل منتخب المرابطون معسكره التدريبي تحضيرا للقاء العودة أمام منتخب جنوب إفريقيا والمرتقب في 3 من شهر سبتمبر المقبل. ويعرف المعسكر حضورا لافتا لعدد كبير من اللاعبين المحليين وسط أنباء غير مؤكدة تقول إن المدرب الفرنسي سيراهن في اللقاء المرتقب على اللاعبين المحليين. نهاية الموجز، يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظهرة على الشاشة الثالثة. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله، أطيب المنى.